نقطة بس عايز افتحها معاكم. مارسيل كولر راجل واخد 7 بطولات في سنة ونص، لو عامل ارقام كمان. رايك ايه في مارسيل كولر؟ شوف سؤال عريض. لا مدرب كويس، بيعجبني في كل حاجة، بيدي اهتمام لأدق التفاصيل. مين احسن، مارسيل كولر ولا مانو جوزيه؟ لا مانو جوزيه. كنت لسه هقول لك حاجة قبل ما تجاوب بس خلاص انا جاوبت. لا مانو جوزيه مش هأثر عليك. لا يعني حتى لو كولر، هو مانو جوزيه حظه كمان ان هو كان معاه جيل جامد. ما هو ده انا كنت اصلا امبارح قلت بصراحه، انا كريم قلت انا بالنسبه لي مارسيل كولر هو اعظم مدرب اجنبي، رغم ان انا بعشق مانو جوزيه زيك كده، وانت لعبت مع مانو جوزيه كمان، بس مانو جوزيه كان معاه جيل بيطلع نار من بقه. مارسيل كولر اللعيبه كويسه ماشي، عشان ما قالتش بس خلي بالك هو ده احسن جيل، بس مش جامد. لا مش جامد، بس ده احسن جيل. لا وهقول لك يعني على حاجه، انت قول لي مين لعيبه في مصر مش موجوده في النادي الاهلي. هقول لك على حاجه مهمه جدا عشان بس الكلام ده نصدقه تماما. انا معاك في موضوع كولر وجوزيه ده، لان مانويل جوزيه كان ليه تجربتين مع النادي الاهلي. التجربه الاولانيه جه وفشل فيها. لا ما فشلش، لا 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 ما نجحش. اختلف. لا 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 انا معلش اختلف، ده كسب دوري ابطال افريقيا والبطوله غايب عن الاهلي، وخسر لا وخسر الدوري في اخر ماتش. مشي بعد التجربه دي، بعد التجربه الاولانيه مشي وطلب افضل اللعيبه اللي كانت موجوده في الدوري المصري وقتها، جابها النادي الاهلي، وبعد كده عمل البطولات الكبيره لتاريخ النادي. ماشي بس انا برضو يعني انا رغم ان هو اصل مشي وقتها من الاداره بسبب خلاف، بعيدا عن الخلاف، انما هو ما كانش كان النتائج وكان مش البطوله الافريقيه دي النادي الاهلي بقاله مش عارف كام سنه من الثمانينات. لا معلش، هو البطوله لان كان الاهلي، كان النادي الاهلي ما بيشاركش يا جماعه، ماشي ما بيشاركش وما بياخدهاش برضه، كان النادي الاهلي ما بيشاركش. انما النهارده النادي الاهلي بس الدوري برضه كان بعيد عنه، وكسب ساعتها الزمالك 6 وتعادل ماتش الاسماعيلي التاريخي 4-4، كان ساعتها متوحش يعني، انما ما كانش بيقدم افضل ما يرضي جمهور النادي الاهلي. انما النهارده مع كولر، لا جمهور النادي الاهلي، خلي بالك المدرب او شخصيه المدرب بتاثر على اللعيبه بشكل كبير جدا. طب كولر ولا موسيماني؟ لا انا شايف كولر برضه. كولر ولا موسيماني؟ انا شايف كولر. هرجع تاني النقطه، مانو جوزيه في اول فتره ليه كان معاه لعيبه المنتخب الاولمبي، وكان كل اللعيبه صغيره، وكانت الاعمار صغيره، معنى كده ان هو نجح نجاح كبير. خد البطوله بلعيبه صغيره، وخد ولعب على الدوري بلعيبه صغيره، كانت لعيبه كلها بتاعت المنتخب الاول، ابو المجد مصطفى وابو مسلم وحسين امين كل دول اتذكر يعني. فمعنى كده هو عمل يعني تاريخه الحقيقي. مانويل جوزيه عمل تاريخه الحقيقي في الكره، في كره القدم مع فين وانت طالع، هي دي النقطه كريم، مع الجيل اللي اتعمل في النادي الاهلي والمنتخب مصر، اللي هو الفتره من 2005 2006 تقريبا لحد 2010. بس انما بس حتى تجاربه الخارجيه بعيده عن النادي الاهلي ما نجحش فيها. بس مين بينجح؟ هو مين بينجح بعد ما بيطلع من الاهلي والزمالك؟ طيب مين بينجح من المدربين؟ انا ممكن اقول لك حاجه اهم على فكره، اصل هي يعني مانو جوزيه ان هو نجح مع الاهلي، فالاثنين نجحوا يعني، اللعيبه كانت ناجحه وهو مدرب عظيم ورائع وعبقري واسطوره. كابتن حسن شحاته اسطوره اساطير التدريب في مصر، راجل واخد 3 بطولات افريقيه بس بعد منتخب مصر، تجاربه ما كانتش ناجحه. بالظبط. هل ده معناه ان كابتن حسن شحاته مش مدرب كبير؟ ده مدرب اسطوره. ما بنتكلمش، لا طبعا كابتن حسن ده قيمه كبيره، انا اقصد بس حاجه كبيره في تاريخ الكره المصريه ونجم كبير. انما انا بتكلم في حته ايه؟ ان انت اما بتيجي تقيس النهارده المدرب، قيسه بقدرات وامكانيات اللعيبه اللي معاه وهي بتلعب معاه. صحيح. النهارده وانا بحقق في فتره صغيره 7 بطولات بمجموعه لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده، لعيبه في لعيبه كويسه ولعيبه صغيره في السن وعندها امكانيات انما مش نفس الجيل اللي كان مع مانو. اقول لك حاجه بقى، احنا متفقين اهو تمام، بس كابتن حسن ده واحده حلوه برضه. قال لي ايه؟ قال لي طب ما هو الجيل اللي موجود دلوقتي ده هو الاحسن اللي اللي موجودين، يعني هم لو كان جيلهم كان هو الافضل، فعشان كان بيكسب عشان هو الافضل. دلوقتي الجيل ده بيكسب عشان هو الافضل. بس هو بصراحه من ناحيه ثانيه المواهب بتاعت جيلكم مواهب كوره يعني. أيوة. انت قلت في يعني انت في كلامك حتى وانت بتعمل اللقاء مع الراجل الايطالي ده قلت المواهب بدات تقل، الاسامي بدات تقل، اللي هي عارف انت ايه، لما تيجي تقول لعيب اسم زي ابو تريكا كذا، ابو الشيكابا يعني، نقول ايه ابو تريكا شيكابالا متعب فلافيو مش عارف عبد ربه واحمد فتحي وبركات، المواهب عماله تقل تقل والفلوس بتزيد. بالظبط.